ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسح القزاز، وما عندك موية تمسح القزاز؟ بس والله اليوم ابغى اصور لكم عشوة كده بسيطة. هذا الطريق يعني القادمين من المدينة اتجاه مكة. هناك شوفوا مكة على اليسار، وهذه المحطة اخر محطة تقريبا فيها. شوفوا المحطة كده، طبعا صارت المحطات ما شاء الله يعني فيها خدمات كثير. هذاك المطعم، ما نبغى نسوي دعاية لكن هو صراحة مطعم جميل. وقفنا أنا وابني، هذا بالله هذه المحطة ما يبغى يضحك عشان ما يباني أصوره. هذا الظاهر هنا ايش؟ ايش هايبر المنزلية، هذا يبيعوا ادوات منزلية. الحين انا حندخل المطعم لانه ايش، انا ولدي معاي فوعدني انه يعشيني اليوم. ايش ما انت بتعشيني؟ اخترت المطعم والسمك. تتصور بعد يعني دخلنا المطعم. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين، لما قلت لكم قبل كده احنا طريقه عندنا المطاعم زي كده، تعرض السمك وانت تنقي اللي تبغاه، بس انا حاخذ شيء جاهز عشان مستعجلين. من الاشياء الجاهزه هذه حاخذها. الحين ندخل نشوف المطعم جوا. هذه ساحه الجلوس، هناك ناس ما نبغى نحرجهم ونصور. ساحة الجلوس، هذه الطاولة جلسنا هنا. طبعا هذه اللي شايفينها مكيفات. او باي، مكيف ولا ما في؟ هي هذه بالنسبة للي بيتابعوني عارفين انه تم إلغاء اللمس. ليش تم إلغاء اللمس؟ هذه الناحية للعائلات، يعني اللي مع زوجته وأولاده زي كذا، هذه الناحية. طيب الحين أنا قلت لك إنك أنت تعزمني، إيه أخذت الباقي كمان؟ أنا حسبته هو أخذ الباقي. هات الباقي يا أخي، أنت ومالك لأبيك 3 ريال. مو مالك و 3 ريال. لا ليش 3 ريال؟ انا شفت اديته كم؟ 50. خلاص 22 و22 44 ناقص 50 وريالين بيبسي. طيب باقي 3 ريال. هذا الحسبة. طبعا بالنسبة للمطاعم السمك، انت لو تروح تشتري من نفس اللي يبيعوا السمك، مو نفس مطعم الحلقة زي ما قال ولدي، مطعم شو اسمه الحلقة نفسها، تشتري السمك تنظفه تقليه في مطعم حق سمك، ما عندك مشكلة، هيطلع لك أرخص بكثير. بس الوقت يبغى لك الوقت. طبعا حلقة السمك بتكون موسخة. ايش رايكم واحد يوم نروح نصور حلقة السمك؟ نظرية الشرح، الهامور عندنا سمك. طبعا بالنسبة للي يشوفوني من خارج السعودية، في نوع من السمك اسمه هامور. ايوه، كم لقيت الكيلو حقه في المطعم؟ مطعم السمك 85. 85 ريال. ايوه. انت رحت اشتريت الكيلو بكم من الحلقة؟ في الحلقة تلاقيه حي ب30 ريال. وميت؟ 30 ريال. طيب السلام. تصور ترى انت بالله؟ ليه ما سلم؟ طيب اشتريته ب30 ريال. 30 ريال كيلو. نظفته ولا هو يبدأ نظيفه؟ لا ما خلاص، توديه المطعم يقلي لك هو ب10 ريال بالتنظيف. كيلو ب10، يعني صار الكيلو ب40. ب40. هناك كم قلنا الكيلو؟ ب85. وتشتري طبعا رز يعني 45 ريال. اي 45 ريال. تشتري رز ب3 ريال، كذا انت موفر 40 ريال. موفر 40 35. بس الوقت وطبعا الوسخ، الوقت طبعا الحلقة ساعة ونص، وفي المطعم ربع ساعة. هذه هي هذا هو الفرق يعني بين، يعني 40 ريال في الكيلو، 40 ريال سعودي طبعا. ايوه دحين في يجيك اخذها يقول لك قول لي بالريال. طيب بالدولار مثلا 85 دولار يعني 85 ريال يعني 20 دولار، خلينا نقول 22 دولار الكيلو.
من مطعم السمك، النوع اللي اسمه هامور. هو طبعا اشتراه ب 40، يعني وفرنا كم قلنا؟ 40 ريال، يعني 40 ريال يعني 10 دولار صح؟ كم 40 ريال محسوبه؟ ايش انت شغال في البورصه ولا؟ 10 ريال سعودي 44، 40 دولار كم ريال؟ 40 دولار 10. عشان كده ما عندك فلوس، شغال في البورصه قاعدين تحفر. 11 ريال سعودي، 11 ريال سعودي وفرها. لا يا شيخ، 11 دولار وفرنا. لخبطنا، هننزل فيديو هذا يقول لك هذول ما عندهم. 11 دولار وفرها لما تاخذها من الحلقه. الحلقه من سوق السمك، يعني بالنسبه للاخوان اللي خارج السعوديه، اللي هو سوق السمك نفسه، اللي هو السوق العام للسمك. الزوم بدا يلخبط معنا. الحين الناس هيقولوا لي ورينا ولدك. هذا مو ذاك الاخر، شافه سلطان. هذا الطبق اللي هو مشكل. ايوه مر اعطيها العيال، شوف تلاقيهم فيه. دحين ارسل لك رقمه، يلا سلام. طبعا هذا الواحد ب 22 ريال سعودي، يعني تقريبا يعني 6 دولار امريكي. يلا تفضلوا معنا. هذا ايش اللي؟ هذه طحينه ودي سلطه. وفين الحمر؟ ما جابوا. هذه سلطه الحمر ولا سلطه عاديه؟ سلطه حمر الظاهر. ذوقها كده. ايوه سلطه حمر. هذه سلطه الحمر وهذه الطحينه. وهذه الفلفل. شطه. طبعا انا احب الشاهي مع الاكل. جينا جا براد الاتاي، براد الشاهي، وهذا النعناع. هذا البراد ب 4 ريال سعودي، يعني بدولار. جبنا البطيخ، نحن على فكره نسميه حبحب باللهجه المكاويه والحجازيه، نسميه حبحب. من باب الاتيكيت انك ايش لما تيجي تخلي البطيخ يعني زي كذا، فاهم؟ يعني نوع من الاتيكيت. والله انا صراحه كنت بخلي الفيديو هذا بس على العشاء، لكن مشينا على اتجاه والله ايش نسميها، مدينه صغيرة، محافظه اسمها الجموم. هذه اللي شايفينها الانوار، فكنت اصور الجموم. هذا مدخل محافظه الجموم، يزعلوا اذا قلنا قريه، هي محافظه الجموم. طبعا هذا الطريق يعني في استقامته يؤدي الى طريق جده، الى مدينه جده. الطريق اللي هي ما يعني ريفيه زي ما يقولوا. بعدين انت خبره في الجموع، تنقسم ليش؟ ليش اسمه لقرى منها ابو عروه و يعني في قرى كتاب علي. ايوه فروع. ها هي انا اقول عنها هي قريه وهي ما هي قريه. لا هي محافظه وتنقسم لافرع لقرى. يعني في قرى تابع عليها ابو عروه وابو شعيب. ما شاء الله تمام. خمسه او سته. حندخل يمين من هنا ولا كيف؟ ايوه يمين، خمسه او سته قرى تابعه لها. شارع ايش اسمه ده ساهر. الحين ساهر يمين، كيف نوقف ولا نمشي؟ لا هي خضرة الاشاره يا شيخ، انا عارف انها خضرة. طبعا انا في اتجاهي كده البندا. بندا انا سويت قبل كده عليها فيديو، فما فيش داعي يعني نكرر. بس الجموم ما كنت مصورها، فقلنا نصورها محافظة الجموم. يعني هل تبعد عن مكة كم؟ 20 كيلو ولا 10؟ 15 كيلو عن مكة. 15 كيلو.
طبعا هذا الطريق بالنسبه اللي منكم واحد ما يعرف انه في بندا هنا، تمشي على طول على الدك اليسار حتجيك بندا. هذه هايبر بندا، بانت في الافق. هايبر بندا وما هي ايش اسمه، ما هي منور النور، واللي هذه ما تنور. لا يا بود، حين يقول لك انت حشيت وما تفهم. شوف هذيك منوره يا هايبر بندا اللي في الاخير عند المواقف. هذه طبعا هايبر بندا، تصوير قبل شوي الظاهر الزوم هذا حق الكانون. انا انصح بعدم شراءة الكانون. تصور موقف يعني كده والزوم يقعد. يلا هذا هو ايش اسمه، ايش اسمه، ايش اسمه، هايبر بندا بندا. ايوه انا كده بس انهي الفيديو لانه هايبر بندا صورتها قبل كده. ف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.